راموس اهمه وافضل مدافعين مدافع في العالم طبعا. العالم، و يعني جت في دماغك ازاي؟ بس يعني انت الحركه دي فكرت في الموضوع ازاي؟ يعني انت الجون قدامك ده ضيعتها في الاخر، ده ما انت هو ما اللي كانش طلعها، هيجيلك. مش عارف هو طلعها ازاي، وطلعها هو اللي طلعها بعد لمستها ما اترس لمسها في الشنكار يا كابتن، ما مش عارف الشنكار. جات له في ايه دي. يعني انا لحد عارف لما دلوقتي واحد بيبقى اصلع وتقول له ده جت في شعرك؟ لحد دلوقتي الكره دي مثلا ما بتيجي قدامي، طب طلعت ازاي؟ بفضل اكلم نفسي طب طلعها ازاي، طب تيجي في رجله ترجع، طب تيجي في رجله وتدخل، المهم تدخل. المهم مش عشان عارف قلت ازاي. الحمد لله، الحمد لله قلت الحمد لله خلاص نصيب. بس الحركه ديت اصلا انا رقصت بيها، يعني طبعا بتاعت اصل كابتن انت ابو شايط تريكه، خلاص وقمت داخل بتاعت لجوه. كابتن ابو تريكه معروفه، فانا الحركه دي انا بحبها جدا منه. بتاعت ابو تريكه. فما عملتها خلاص، هو اي حد طبيعي اي لعيب انا حتى لو اتعملت فيها طبيعي خلاص انت هتروح. فانا لما عملتها خلاص هو راح، فانا خلاص خلاص راح. كان ما رقصت الجول وحطيتها، مش متوقع اللي هو اللي هو هيجي، اللي هيشيلها. يعني فران عمل تاكلين وفضل واقف على خط الجول، وهو ما اعرفش جه منين جت في رجله وهو بيقع وطلعت، فكانت الحمد لله. فبالنسبه لي انا خلاص انا لاعب كاس العالم للانديه، والحمد لله ربنا موفقني وماشي كويس مع الفريق، وزي ما قلت لك في علاقه طيبه، حتى المدرب لما اتكلمت معاه يعني ساعتها، حتى انا اللي رحت اتكلمت بقى ساعتها، بقى جه الكلام بقى زرار. خلاص بعد كاس العالم للانديه لعبنا مباراه في الكاس،